اهلا بيكم من جديد في فقره سهم قوس. كلنا في حياتنا سواء الشخصيه او العمليه اكيد بنسعى لهدف واحد وهو النجاح، بس يا ترى ايه هو النجاح اساسا؟ ايه هي معايير تحقيق النجاح؟ وهل بقى الحظ والتوفيق بيبقى ليهم دور كبير في النجاح، ولا دايما بيبقى الاجتهاد هو اللي ممكن يعوض غيابهم؟ ازاي بقى كمان نحقق الثقه الكامله في نفسنا؟ ازاي كمان نتغلب على كلمه ده شخص منحوس؟ وهل من الاساس كلمه شخص منحوس ده مصطلح ده حقيقي اساسا ولا لا؟ اسئله كتير جدا اكيد بنفكر فيها، فبيسعدنا يكون منورنا النهارده في استوديو نهارك ابيض الاستاذه رشا مراد، خبيره علم الطاقه والتنميه الذاتيه والزملكاويه جدا جدا جدا. استاذه رشا منوراني. اهلا يا انجي. اهلا بيك. عجبتني قوي الزملكاويه جدا جدا جدا، دي لازم نتك عليها طبعا. بصي فور يور انفو، انا ما بطلعش في التلفزيون تقريبا، اخر مره طلعت كان من ست شهور، كان زمالك برضه. صحيح. فيعني استاذه رشا زملكاويه جدا لينا بس احنا. طيب خليني اسالك بقى على طول كده بقى، كلمه الحظ عشان الموضوع ده شاغل ناس كتير جدا، كلمة الحظ هل في حاجة أصلا اسمها حظ، ولا بيبقى إيه يعني فكرة إنه أنا بني آدمة محظوظة، دي حاجة حقيقية ممكن إن أنا أكون شخص محظوظ حتى لو بيحصل لي حاجات مش لطيفة، لكن في الآخر أنا بقدر أوصل للي أنا عايزاه، ده حقيقي ولا لأ؟ مفيش الكلام ده. بصي مبدئيا أنا بكره كلمة حظ، يعني مش بعترف بيها أو إن أنت شخص محظوظ أو منحوس. ممكن الحظ يحصل معاك مرة فتبقى انت شاطر وتاخد الاوبورتيونتي، اما ان انت تكمل في طريقك وتنجح علشان انت شخص محظوظ مش بتحصل. يعني ممكن يبقى في فرصه كويسه بتجيلك وانت بتمسك فيها، فاحنا هنسميها حظ. بس عمر ما هنقول ان الحظ ده بيخلي شخص يكمل. لا، هو ممكن يديك زقه ان انت تبتدي كده، اما ان انت تفضل تكمل نو واي. فانا كلمه حظ دي انا مش شايفاها موجوده في قاموسي، ومفروض ما يكونش موجود في قاموس اي حد. بس ساعات بنشوف ناس مثلا بيكونوا مش يمكن عاملين اللي عليهم، او مش بيبقوا عاملين احسن حاجه، يمكن الواحد بيبقى شايف نفسه ان هو افضل، ان هو بيتعب اكتر بيجتهد اكتر، وبتلاقي ان ساعات ان فرص كتير جدا بتروح لاشخاص يمكن ما بيكونوش بيستحقوها بالشكل الكامل، فدول نسميهم محظوظين ولا نسميهم ايه؟ بصي هقول لك على حاجه، ما هو ده الفرق ما بين الشخص المميز والمش مميز. الشخص المميز هو اللي ممكن يحس بالاول بالفشل، او يحس ان الدنيا عماله تخبط فيه، وتحس ان الدنيا مش ماشيه معاه، فهو بيبقى شخص محارب، شخص بيفايت، بيحاول مره واثنين وثلاثه. جربي كده تشوفي اي شخص ناجح، اي رجل اعمال ناجح، اي مخترع ناجح في العالم كله، هيقول لك انا فشلت كتير جدا، وفي لحظه من اللحظات اقتنعت ان ده مش الطريق المفروض امشي فيه، لا انا منحوس، حظي وحش، بلا بلا بلا، بس هو فضل مثابر، فضل يحاول مره واثنين وثلاثه. فانا بشوف ان الشخص الناجح هو الشخص اللي بيتعلم من فشله، اللي بيقع مره ويقع مرتين وثلاثه، بس بيتعلم من كل غلطه ان هو يقدر يقوم ويكمل تاني. صحيح. فانا ما بشوفش الفشل او التخبيط ده، بالعكس انا بشوفه فرصه قويه للنجاح. واقول لك على حاجه، يعني ما فيش نجاح عظيم الا بيجي بعد فشل عظيم. جربي كده في اي قصه نجاح اقريها، هتلاقي دايما الشخص اللي عمل بومينج او عمل نجاح قوي هتلاقيه عافر قوي في حياته. صحيح. جرب حاجات فشل كتير جدا، ولو في شخص ناجح قال لك انا ما فشلتش، اعرفي ان هو نجاحه مش نجاح حقيقي. صحيح. طب خليني اسالك، فكره انه انا ابقى عارفه او انا اقول انا هوصل، ان انا يكون عندي ثقه كبيره في النفس او ثقه كبيره في ان انا ان شاء الله في نهايه الطريق انا هقدر اوصل، ده بيساعد على فكره النجاح والوصول للهدف؟ ايوه طبعا اكيد، اي شخص ناجح بيبقى دايما عامل فوكس او مركز على هدفه، بيبقى دايما شايف الهدف بتاعه قدامه، وهو بيسعى او بيحاول ان هو يستغل كل الادوات اللي عنده ان هو يوصل للهدف الواضح اللي هو شايفه قدامه. او دي ممكن نسميها قانون الجذب برضو، يعني دي حاجه تانية ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقه تانية، ان انت دايما تبقى شايف هدفك ومتخيل النتيجه النهائيه، ما تفكرش دايما في العقبات، في الصعوبات، في المشاكل اللي ممكن تظهر لك. وفي نقطة تانية مهمة، لازم أي شخص يبقى عامل هدف واضح، يعني دي مشكلة بشوفها في ناس كتيرة جدا، مش عارفين انت تبقى ملخبط، انت مش عارف انت عايز ايه. برافو عليكي، لما كنت مش عارف انت عايز ايه فتحس ان انت تيجي كده شوية، تيجي كده شوية، تتلخبط في النص شوية. فدايما الشخص الناجح اللي بيعرف يوصل هتلاقيه حاطط هدف واضح وصريح قدامه، هو ده اللي عامل فول فوكس عليه. صحيح. يعني بحس دايما الواحد لو حط في دماغه فكره معينه، حلم معين او هدف هو عايز يوصل له في الاخر، وقعدت كل يوم الصبح اقول لنفسي انا هوصل لده، انا هعمل ده، هوصل في الاخر للنتيجه دي، بحس انه ده بشكل كبير بيتحقق في الاخر. فدي حاجه مهمه جدا. أيوة بالظبط. وكمان ايماجينيشن او ان انت تتخيل، انا بشوف التخيل دي باور او قوه ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا،
دي ممكن تعمل تأثير فظيع في حياتك. يعني دايما برضو اي شخص تلاقيه وصل لحلمه هتلاقيه كان عايش الحلم ده في دماغه قبل كده، كأنه شايفه كأنه فيلم كده بيتحرك قدامه. فتخيل دي حاجة انا بشوف ان هي باور وقوة لازم كل واحد يستغلها. لان انت مثلا لو عايزة تتخيلي ان انت انجح مذيعة في العالم، في حد هيجي في عقلك الباطن يقولك معلش يا انجي سوري امكانياتك ما تسمحش؟ لا، التخيل ملوش حدود، ملوش يعني ما فيش يعني، دي حاجة سبحان الله ربنا مديها لك، واللي انت بتتخيله او الثوتس بتاعتك او الافكار بتاعتك بتتحقق زي ما انت شايفها بالظبط. صحيح. طيب حلو الكلام عن المحظوظ او عن الحظ، خلينا نتكلم بقى عن الشخص اللي يمكن بيقول على نفسه انا شخص منحوس، بيشوف نفسه ان هو لا انا مهما بعمل مهما بحاول في الاخر ما بوصلش لحاجة، ودايما ببقى بيصادفني النحس في الاخر. فكلمة منحوس اللي قلتي مش بآمن بكلمة حظ، بتآمني بكلمة نحس ولا لا؟ بصي انا ممكن اقولها بس من ناحيه ابراج، ممكن يبقى في احيانا وقت تحس ان الدنيا ملخبطه معاك، عادي جدا كلنا ممكن نتعرض للموقف ده، بس بلاش نحطها از قاعده سلبيه في دماغنا او نيجاتيف ثوت في دماغنا، لان كل ما هتفكر بطريقه سلبيه سبحان الله تلاقي نفسك كده مغناطيس بتجمع كل حاجه وحشه. طب ازاي يعني نقول عن حاجه زي كده؟ مثلا انت ممكن تصحي الصبح تقولي انا حاسه ان النهارده يوم مش معدي، او النهارده يوم مش حلو. ساعات الواحد بيقابل في يوم ويحصل حاجات ورا بعض كده تحسي ان هو ده مش يومي النهارده، ايه النحس اللي في اليوم ده؟ انزلي بقى الشارع تلاقي عربيك اتخبطت وهي مركونه، تلاقي ماشيه بتتخانقي مع دبان وشك. اي حاجه بتحصل انت مستعده ان انت عصبي النهارده، لان انت مقتنعه او انت حاسه النهارده ان هو يوم نحس بالنسبه لك، بس مش مبسوطه بذمتك. ايوه، ما تلاقي حاجات ورا بعض كتير. ما دي بسبب غلطه من عندنا ان احنا بقى بنبقى احنا عاملين في دماغنا بالظبط ان انا عماله بجذب الحاجات السلبيه في حياتي. يعني دايما في حديث يعني او في قول تقال عن الرسول عليه الصلاه والسلام تفائلوا بالخير تجدوه. يعني انت لما تكون متفائل وبوزيتيف وايجابي كده تحس ان الحاجات كده ماشيه سلسه، الدنيا جميله. اما لما تحس ان انت متشائم هتلاقي كل حاجه وحشه جايه لك في طريقك بتقابلك. فانا بشوف ان انت تحارب كلمه نحس اللي انا مش مقتنع بيها، ان انت تخليك ايجابي على طول. طب يعني خليني اقول لك على حاجه، دايما اصل الموضوع برضو يعني لو اتكلمنا عن كره القدم وكده وعن اللعيبه، بتحس ساعات انه في لأ في لاعب محظوظ حظه حلو، وفي لاعب مهما عمل تحسي نحس او منحوس، مش نحس بمعنى حاجه وحشه يعني ان هو نحس، لكن لاعب منحوس دايما مهما عمل ومهما حاول بتلاقي ان الحظ ما بيسعفوش خالص، بيحصل اي حاجه عشان في الاخر يتعثر. ففي لعيبه كده وفي لعيبه كده. مثلا خلينا نقول مثلا كان في مثال جه في بالي، لاعب كان لاعب الماني اسمه مايكل بالك. اللاعب ده لاعب يعني سنه واحده خسر فيها 5 بطولات، فوقتها الناس قالت مع انه كان من افضل لاعبي العالم، لكن الناس ساعتها قالت انه ده اكيد منحوس. فهل بتشوفي ان فعلا في لاعب ممكن يتقال عليه لاعب محظوظ وفي لاعب تاني ممكن يتقال عليه لاعب منحوس، وازاي ده يقدر يطلع من فكره انه انا لاعب منحوس؟ هارد وورك، الاجتهاد، المثابره. انا بشوف ان اقول لك على مثال تاني بقى انا شايفاه مثال ناجح جدا، كريستيانو رونالدو. هل احنا عمرنا جينا قلنا في يوم من الايام ان كريستيانو رونالدو لعيب منحوس مثلا او حظه وحش؟ عمرنا. ليه؟ لان هو دايما في شغل مثابره، في دايما بيشتغل على نفسه. طب ممكن نقول عليه لاعب محظوظ؟ لا، هو مش محظوظ بقى، والدليل على كده دايما بيقال في كره القدم ان ميسي اكثر مهاره واكثر تالنت من كريستيانو رونالدو. بس كريستيانو رونالدو بالليمتد بالامكانياته البسيطه عرف ان هو يطور نفسه، عرف ان هو يشتغل على الفيتنس بتاعته، عرف ان هو يشتغل على نفسه. فانا بحس لا، بصي في الكوره ممكن تحصل معاكي مره او مره، بس ما ينفعش نقول ان هو على طول شخص منحوس. ولو انت حاسس ان انت شخص مش محظوظ طور من نفسك، يعني انت حاول ان انت تسبق الحظ بخطوتين. لان انت لو شخص مجتهد ومثلا متوقع ان ممكن يحصل لك مشكله كده، طب انا مستعد لها، استحاله هتبانك او هتخاف اول ما المشكله تحصل لك. فانا بشوف ان انا مقتنعه جدا ان النحس ده حاجه مش حقيقيه، ولازم نشيل الفكره دي من دماغنا. يعني الزمالك جت عليه فتره كده في الكام شهر اللي فاتوا، تحسي كده انه العرض عامله لنا ازمه في حياتنا. يعني كل شويه في كل مباراه ما تفوتش غير لما لازم هدف او هدفين يضيعوا في العارضه، فتحسي كده انه لا احنا عندنا نحس العارضه. ده فعلا ده حقيقه، ده حقيقه. امنا بالنحس.
نعمل ايه بحاجه زي كده؟ يعني الحمد لله في ماتشات طبعا بالجهد وبالكفاح اكيد اللعيبه بيقدروا ان هم يفوزوا، بس تحسي برده كده انه لازم العرض تعملها معانا في كل ماتش. بس اقول لك على حاجه، يعني لازم كل لعيب يبقى مصحصح للعرفه الاوبورتيونيتي الفرصه الصغيره، ربع فرصه تبقى انت مستعد، لو جات لك 10 فرصه ان انت مركز ان انت تستغل الربع فرصه صح ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه. يعني انا بشوف ان التركيز او ان انت استغلال الفرص بالنسبه لعيب الكوره دي حاجه مهمه جدا طبعا. جدا في حياته. أكيد. يعني مش دايما هتجيلك فرص كويسه. مش دايما ممكن الفرصه اللي تجيلك ما تكررش تاني، مش دايما ممكن لعيب يقول ايه لو كنت بس عملت يعني سنه يمين شويه. فدايما خليك متاهب ومركز ان انت اي فرصه تجيلك هتستغلها ان شاء الله، لو كانت برسنتج او نسبه الفرصه دي صغيره جدا جدا. طب تعالي نرجع تاني بقى نتكلم بشكل عام تاني عشان الناس، وفكره الشخص المنحوس ازاي اقدر اطلع نفسي بره الفكره ديت، واحاول ان انا اشيل افكار فكره ان انا شخص منحوس دي من دماغي عشان اقدر ان انا انجح في حياتي. بصي احنا هنرجعها بقى للثقه في النفس، يعني لازم تكون واثق في قدراتك. يعني انا بشوف خلاص احنا نشيل بقى نحس وحظ، احنا نتكلم على حته الشخص الواثق في نفسه بيعرف ان هو يبقى متاهب لاي حاجه. طب ازاي اكون شخص واثق في نفسي؟ هو ان انا دايما ابقى عارف نقاط قوتي وبنميها وبطورها، ولازم اكون صريح مع نفسي. يعني دايما اي شخص في الدنيا اي ثينك ان هو لازم يبقى عارف نقاط قوته اللي هو لازم يستثمرها ويبينها كويس جدا، ونقاط ضعفه اللي يشتغل عليها. يعني الشخص اللي مش صريح مع نفسه مش بيبقى شخص واثق في نفسه جدا. تاني حاجه التعلم المستمر، يعني دايما الشخص لازم يتعلم. يعني مثلا دلوقتي عشان اي حاجه ممكن تتعلمها، القرايه، انت لما بتكون شخص قاري وعندك ثقافه وبتحس ان انت ممكن تتكلم مع اي حد، بتعرف تتكلم معاه في الموضوع اللي فاتحينه فيه لان انت عندك ثقافه، بتقرا كويس. انا بشوف القرايه دي برده من الحاجات اللي بتطور وبتنمي الثقه في النفس. انا بشوف ان دور العيله مهمه جدا، ودور الاب والام أكيد. ان هم ينموا الثقه في اولادهم، يسمعوهم، يخلوهم يعبروا عن ارائهم وهم صغيره. يعني دايما بشوف مثلا اخطاء بتحصل مع العيله، ان مثلا الطفل يجي يتكلم بابا ماما تقول له لا اسكت انت ما تتكلمش دلوقتي، لا 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 رايك مش صح، بالعكس. يعني من الطفل وهو بذره صغيره كده لازم ننمي فيه حته الله، طب قول لي كده انت ايه رايك، طب اختار كذا ولا كذا، اديله الكونفيدنس او الثقه ان هو يقدر يختار، طب انت عايز دي ولا عايز دي، تمشي يمين ولا شمال. فدي برده حاجه مهمه جدا. صحيح. في برده بوينت مهمه جدا في اللغه، هي لغه الجسد، لغه الجسد اللي هو البادي لانجوج بتاعتك. انا بشوف ناس ممكن تبقى عندهم كل علامات الثقه في النفس موجوده بس مش بيعرفوا يستخدموا جسمهم صح. صحيح. فاهمه؟ يعني دايما مثلا سي لو واحد قاعد، عارفه اللي هو قاعد وقافل على ايده كده، هتحس أيوة ان هو عنده بانيك او ان هو خايف او مكسوف. مكسوف. الشخص اللي دايما واثق في نفسه هتلاقيه كتفه مفرود، واخد مساحه في المكان اللي هو فيه، بيستخدم ايديه صح. بيستخدم، يعني الشخص اللي خايف من نفسه تلاقيه متوتر، ايده مثلا مخبيها. انا مش عاملاها كده عشان متوتره، خليني افرد ايدي كده واقعد كده. ايوه هتلاقيه فعلا زي ما انت قلتي. أيوة. لا يعني قصدي مبين ايده، كل ما ايدك بتبان كل ما بيدي للشخص اللي قدامك ثقه فيك اكتر. صحيح. ان انت بتتكلم الحقيقه. الشخص اللي بيكذب على فكره دايما هتلاقيه بيحاول يخبي جسمه، هو مش عايز يبان لان هو خايف، تلاقيه بيخبي ايده بيخبي جسمه. فدايما ابقى قاعده مظبوطه، وانا ماشي فارد ظهري، واخد مساحتي في المكان اللي انا قاعد فيه، بستخدم ايدي كويس جدا، عيني بستخدمها صح. يعني دايما بصي الشخص اللي مش واثق في نفسه هتلاقيه بيبص ما بيعرفش يواجه، بتجنب الاي كونتاكت. بالظبط، الاي كونتاكت او لغه العيون، او انت بتكون بتتكلم زي ما بكلمك كده، ببص في عينك ومركزه في عينك، ده معناها ان انا واثقه في نفسي وواثقه في قدراتي وفاهمه كويس انا بقول ايه او بعمل ايه. فلغه العيون ولغه الجسد دي حاجه مهمه جدا، لازم نعلمها لاولادنا من هم صغيرين كده. يعني احنا محتاجين نعمل حلقه كامله عن الاي كونتاكت. بالظبط. وحتى في السياسه بيستخدموها، خدي بالك، يعني دايما بيحللوا السياسيين ورؤساء الدول وانت بتكذب ولا بتتكلم جد، الكلام ده مظبوط ولا لا، او بياخدوا ثقتهم في الناس دي من لغه جسدهم من حركه يعني. ايديهم. استاذه رشا نورتيني بجد النهارده، الحلقه خلصت بسرعه جدا معاكي بجد، بس ان شاء الله يبقى لنا حلقه ثانيه بقى نتكلم فيها ان شاء الله عن لغه الجسد والاي كونتاكت. اكيد هتكون حلقه مميزه جدا مع حضرتك، نورتيني. ثانك يو انجي، اتبسطت جدا معاكي ومبسوطه ان انا كنت في قناه الزمالك النهارده بيتي الثاني. طبعا نورتينا، نورت قناه الزمالك. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره في حلقه جديده ان شاء الله، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.